من شركة بتعمل ساعات تلفزيونات غسالات للسيارات. شاومي SU7 Max Founder Edition بقل من ديها. إذا عندك 29,000 دولار فيك تطلب النسخة العادية من هاي السيارة اللي شايفينها الSU من شاومي. بالمطلب نقول سيارة رخيصة يعني مش منيحة، الوضع تغير هون مع شاومي. إذا أنت شخص بيحب أو بيعرف يحكي صيني المفروض تقدر تعطي أوامر صوتية بفتح الصندوق لإزاز الشباك وغيره من السيارة. البطارية نحيفة لدرجة مخيفة، السيارة لازقة بالأرض بتعطيها طابع رياضي، خاصة إنه جاي مع دريفتنج مود واللي تخليك تنطلق من 0 ل 100 كيلو ب 2.7 ثانية. البطارية بتمشيك بين 700 و 900 كيلو، عندنا شحن سريع وشحن عادي، وبتشحن من 0 ل 80% تقريبا بثلث ساعة أكيد إذا عم تستعمل الشحن السريع. تحكم بالإي سي وارتفاع السيارة وبالصندوق من هون، تابلو فخم من الجلد الصناعي مع شاشة كبيرة فيها تحكم على كل شيء، يوتيوب، انستغرام، فيكوا تنزلوا شو أبليكيشن كانت موجودة. في كذا وضع للسواقة اللي أنتم شايفينه عندكم هون فيكوا تحكموا فيه، منه الدريفت، في الدرايفنج مود، السبورت. بكفي لك سيارة كهربائية رياضية من 0 ل 100 كيلومتر بأقل من 3 ثواني. واو، فيك تحضر يوتيوب بس أكيد وهي السيارة واقفة. الشركة بلشت تعمل 40 سيارة بالساعة، يعني السيارة كل 76 ثانية. رقم مخيف مخيف. حابب تطلب الـ SU من شاومي؟ عندك استعداد تنطر 6 أشهر؟ أوكي، فيك تطلبها بس من الصين.